الباكج حجمه صغير وما يتجاوز 20 دولار، بالإضافة إلى أنه يدعم الإصدارات من 4.25 إلى 5.4، فقط يدعم الويندوز للأسف، بالإضافة إلى وجود فيديوهات وشروحات من قبل المطور لطريقة تطوير هذا الباكج. بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالكم شباب؟ معاكم جيمز ديزاينر. اليوم بإذن الله راح نكتشف معاكم الباكج الجميل والصغير حقيقة في حجمه، ألا وهو باتل سيميوليتر. هو باكج غريب شوية، يعني قام المطور فيه بعمل تكنيك معين، أنك تقوم بوضع جنود على اليمين وعلى اليسار، وأنت تختار الجهة اليسرى أتوقع، وتقوم أنت طبعا إما أنك باختيار سيميوليت، يعني ما راح تتحكم بأي واحد فيهم، أو أنك تختار التحكم بواحد فيهم، فكلت الحالتين راح تكون متعة يعني بالنسبة لك. الباكج حقيقة حجمه غير كبير، وبإمكانك أنك تطور فيه بناء على رأي المصمم الخاص لهذا الباكج. أيضا بإمكانك أنك تضيف شخصيات غير الشخصيات الموجودة هنا، فهو عالم مفتوح جدا يعني جميل. والعجيب اللي فيه انه معمول باحترافية عالية، يعني معمول بشكل جميل وباحترافية، بحيث انه يكون ممتع، يعني مو شرط انه يكون حرب اهلية، يعني عرفت كيف؟ تقدر تضيف 40 لاعب او 40 مقاتل متنوعين لكل الطرفين، بما فيهم الزومبي والمقاتل بالسيف وايضا رامي السهام. فخلونا نخش معاكم على هذا الباكج. مثل ما نشاهد هنا، الباكج معمول على خريطة مصغرة، وعندي هنا الخط الأخضر اللي يفصل بين الفريقين، ومثل ما نشاهد الباكج موجود تحت ملف باتل سيميوليتر كيت. فأول ما نخش عليه نروح إلى البلايابول، طبعا أنا راح أختار من الماب المين منيو، فهو معمول على الليفل 1، أنا ما أبغى على الليفل 1، نروح إلى الإيديت هنا إلى بروجكت سيتنج، ومن عند الماب أند مودز نختار من هنا، طبعا هو محطوط أوريدي على ليفل 1، فنختار من منيو تمام لكلا الحالتين، يعني الإديتور وبرضو للجيم. فنسكر هذه خلاص ما نحتاجها. طبعا أنا ما راح أتكلم عن تفصيلة أو عن برمجة الباكج بشكل عام، لأنه حقيقة برمجته جميلة، يعني أنت بإمكانك تطلع عليها إذا حبيت. الباكج حيكون لكم بإذن الله. برضو هنا عندي سيف جيم إذا حبيت انك تحفظ اللعبة. اللعبة قابلة انها تلعب سينجل بلاير وللمالتي بلاير، فعندك خيارات متعددة جدا. يعني هنا بامكانك انك يعني تبرمج اي شيء تحب، بامكانك تضيف برضو برمجة ثانية لشخصيات ثانية عن طريق البيس انيمي بلو برنت، هذا اللي يتحكم بجميع البيانات. فخلونا نخش معاكم على اللعب ويعني نستمتع شوية، يعني هي عملية استمتاع ليس الا، حتى نشوف البهجة اللي قام المطور بإضافتها لهذا الباكج المتميز. أول ما يبدأ معانا حيبدأ هنا بالفانكشن تايب. طبعا عندي هنا حاليا فقط الشخصيات اللي تلعب معانا دور في القتال، ألا وهي النايت كوست، طبعا النايت اللي هو يحمل السلاح أو السيف، وعندنا هنا الزومبي، وعندنا هنا الأرشر. فأتوقع أنت تحمل الصفة اليسرى، اليمنى تكون للأعداء. فلاحظوا المربع الأحمر هنا هو خاص للأعداء، والمربع الأزرق خاص لك. طبعا هنا التيم كلير تيم، مثل ما نشاهد انه ما في يونت حاليا. إذا حبيت تضيف تختار مثلا هذا الجندي وتضيف هنا 1 2 3 العدد اللي تحب. أنا حاليا عندي 7 جنود مقابل 5، فنقول له ستارت. لاحظوا عملية القتال دموية حقيقة، يعني ما شاء الله الأعداء عاملين أكشن. فأنا هنا فزت لأن الطرف الأيسر مثل ما قلنا. فنقول له هنا نيكست ليفل. في نيكست ليفل هنا راح أختار أنا هالمرة الأرشر. طبعا يفضل الأرشر يكونون في آخر شيء. وهنا العدو اختار الأرشر برضو، وراح أختار من النايت مثلا خلينا نقول 5. في هنا معلومة راح أذكرها لكم فقط، قام المطور بإضافتها بشكل جميل، إنه لما تختار مثلا أي شخصية تمام وتضيفها،
في حالة انك رغبت انك تحذفها طبعا انت اضافتها هنا حيكون بزر الماوس الايسر، اما حذفها بزر الماوس الايمن مثل ما نشاهد لاحظوا بشكل سهل، يعني تستمر بالضغط وتحذف جميع البيانات. برضو في حالة انك اردت انك تضيف، مش شرط تضيفها حبة حبة او جندي جندي، بامكانك ضغط مرة واحدة تستمر بالحركة وراح يضيفها لك بشكل متكرر. فهذه ميزة برضو من المزايا اللي وضعها لك المطور لهذا الباكج الصغير حتى لا تتعب في عملية الوضع بشكل مختصر. فخلونا نضيف هنا الجنود 1 2 3 4 5، هنا الارتشر 1 2 3 4 5 تمام، عندي 10 مقابل يعني 5 من الأعداء. فنقول هنا ستارت. اللعب هنا راح يكون بشكل مختلف شوية، يعني أنت هنا تختار الشخصية. مثلا راح أضغط على هذا الجندي أو هذا الأرتشر، خلينا نقول خلينا نختار الأرتشر. فأول ما تلاحظ أن أنا اخترته فأنت حتكون هو الشخصية نفسها. فخلينا نطلق على هذا مثلا، أوكي أنا قتلته الآن هنا، راح أستخدم أوكي لا ما أقدر هنا، لابد أني أقتل أو الآن قتلوني، فراح أستخدم الآن الجندي هذا، لابد أكون دقيق أنه ما يصيبني. أوكي كذا أيوة أيوة اطلق أو موتوني بعد. فنختار طيب الجندي الآخر، أيوة هنا قتلته، شفتوا قتلته قتلني. طيب خلينا نختار الارشر هذا، راح اكون صويب هذه المره من بعيد، قتلوني راح اختار هذا الجندي، طبعا لابد اكون حلزوني، ايوه قتلته وقتلني. طيب نختار هذا الجندي برضو، قتلني برضو. طيب خليني أنهي بهذا الأرتشر، أوكي شفته قتلته الآن. ف يعني انتهت الليفل هذا بالفوز. راح الآن نقوله نيكست ليفل برضو. الآن عملية شوي كبيرة، يعني عرفتوا كيف؟ هذا الليفل الثالث لابد تختار جنودك حتى تهزم القطيع هذا اللي هنا موجود. فراح اختار من هنا النايت، خلينا نقول مثلا 1 2 3 4 5 6، والزومبي راح خليه مثلا 10 11 12، ما عندي مشكلة. والارشر هنا راح اضيفهم على فترات، أو 24 بس. طيب اذا 24، فاول ما نقول ستارت باتل طبعا انت بامكانك هنا تختار برضو احد، مثلا تختار الارتشر اللي هنا وتبدأ تقتله اذا حبيت تقتله مثلا. شفتوا انا فزت بشكل سريع يعني ما شاء الله علي، يعني فالسرعة هنا مطلوبة. فنقول هنا next level، خلاص اتوقع هذا هو نهايته. ما ادري انا اي واحد خدت، ولكن بامكانك تختار الساند بوكس او تختار الشامبيون. الشامبيون اتوقع انك لابد تنهي 3 مراحل اللي احنا بدأناها من شوي، يعني اول مرحلة مثل ما قلنا وثاني مرحلة وما الى ذلك. راح اختار الان خلينا نقول الشامبيون، لا خلينا نختار من هنا من عند الماب نختار ساند بوكس، تمام خلينا نبدأ بالساند بوكس. طيب الساند بوكس هنا فريقين، كأنه فريقين، يعني انت تضيف فريقين من عند كلا الطرفين، واتوقع ان هذه الاكثر. يعني مثلا راح اضيف الجنود هنا مثلا خلينا نقول 10 او 11، وهنا لاحظوا لما اضيف الى الطرف الثاني حيختلف عن الطرف الثاني، هنا برضو يعطيك القيمة، لاحظوا البرايس 650، عاد ما ادري كم 650. وهنا راح اضيف زومبي مثلا خلينا نضيف 22، يعني 11 لكل فريق. هنا راح اضيف الارتشر راح انوعهم، هنا خلينا نقول 29 30، اوكي 36، يعني خلينا ننوع الى 36.
الآن راح أزيد الجنود اللي هنا، خليها مثلا 4، أتوقع 40 هو الحد الأعلى، 40. طبعا لاحظوا هنا برضو أقدر أني أختار من أي الفريقين أحب. أوه قتلوني، أوكي خلينا نخلص عليهم، قتلوني والله. الحرب هنا ما شاء الله يعني سجال، يعني باقي من الفريق هذا شو كمية، وهنا 2 فقط، فراح ينهونهم. أنهوهم طبعا، فزت أنا لأني مثل ما قلنا إحنا الفريق الأيسر. تقدر تعيد وتقدر ترجع. طبعا هذا بالنسبة للستاند بوكس وبالنسبة للشامبيون. طبعا هنا عندك الكنترول، يعطيك تعليمات فقط إيش اللي تقدر تستخدم. مثل عندي كلمة F هنا أو زر F هو الليف من الوحدة. برضو عندنا هنا البي بالبيوز، فبرضو عندنا من ضمنها الستينج تختار الجرافيكس. طبعا أنا اخترت الألترا، فكل المواصفات موجودة أعلى شيء. وفي النهاية عندك الكويت. فاللعبة جميلة حقيقة، يعني أنت بإمكانك تستمتع فيها إذا حبيت. أنا خلوني أضيفهم كلهم جنود، يعني لا راح أضيف والله المبلغ هنا كبير. طيب راح أضيف 30 من الجنود و10 من الأرشر، نفس الشيء هنا راح أضيف، ولكن راح أخلي تنوعهم غير، يعني خليني أخلي تنوع كذا مثلا يختلف شوي. أيوة يعجبني الكماشة هذه. وهنا راح أضيف الأرشر، خلي الأرشر هنا مثلا. أوكي خلينا نبدأ المعركة. طبعا ما راح أستخدم أي واحد فيهم، راح أخليهم مفتوحين حتى نشوف القتال كيف يصير. طبعا لاحظوا متكتلين في منطقة واحدة، والله قضوا عليهم. إذا شغل الكماشة شغلها أقوى. لا لا ما زال فيهم روح. لا الفريق هذا قوي، يعني تتذكرون الحرب اللي أنا عملتها بين الفريقين، إن الفريق الأحمر والفريق الأزرق، يعني تقريبا هي مشابهة لها. فيعني فزنا الحمد لله في نهاية الأمر إذا حبيتوا. فحبينا فقط نستمتع معاكم في هذا الباكج الجميل حقيقة. الباكج راح يكون متوفر لكم لمدة 5 أيام، حاولوا تستفيدون منه، حاولوا برضو يعني تستمتعون بهذا الباكج المتميز الحقيقة. إذا حبيتوا برضو تغيرون من الخريطة ما عندكم مشكلة، ولكن راعوا وجود الإمكانيات هذه الموجودة. طبعا انت راح تدرس الباكج دراسة مفصلة حتى تعرف كيف ان الباكج صار مركب، واكيد ان احنا اطلعنا بشكل مختصر عن كيفية تركيب الباكجات وبرضو تفكيكها. فهذا كل شيء لهذا اليوم، اتمنى انكم استمتعتم معي بهذا الباكج المبدع. اشوفكم على خير بإذن الله، معكم جيمز ديزاينر، مع السلامة.